أنا نحب نعطي مثال. ما تنجمش راو تقفز على الإجراءات والترتيب القانونية. احنا نتفكروا هذيك البنك لازار وقت عندنا معناها وزير شؤون اقتصادية حب معناها مش يعملوا ايتود راسيونيل على الوضع الاقتصادي في تونس وعلى كعملوا عايش بارك الله فيه كي عملوا دي زابيل دوفر جات معاهم هذه البنك لازار هو عنده علاقات شخصية بهم حب يعمل الطريقة نتاع دوغري يا غري يتفاهم معاهم دوغري يا غري راهو ربحا حسن النية ثم ربحا للوقت لان وقتها الظروف معناها متازمه كما تو الوضع هذا يلزم كوت كوكوت معناها يسويوا الوضعيه معناها الاقتصاديه هذيك معناها تحاكم عليه ثم اجراءات نتاع معناها لي زابيل دوفر هذيك طلب العروض وفتح العروض والاجال القانونيه وكل شيء لابد من احترامها لكن شو نقول يعني نقول معناها لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فهو السيد معناها الاولاني ربما يكون عن حسن نيه ولقى ظروف معناها اللي ما سمحتلوش اما نقدوا سي فتحي شهرين توا بالنسبه للي جاي بعده سؤالك يعطيك الصحه معناها ربما شو نقول انا معناها هو ديجا ثم مرحله تم قطعها معناها مش يدخل ازيرو مش يلقى مش يلقى حاجه تعملت بما فيها النظام الداخلي وبما فيها القائمات راهي ربما تضبطت فهمتني خاطر بهم برشا انواع معناها حتى املاك مصادره ثم برشا انواع راه مش كان الاموال السيوله والاموال ولا شي كان ثم برشا ان شاء الله يلقى هو معناها هذي اثنين وان شاء الله يعملوا لهم موتيفاسيون يلفو كيل سوا موتيفي راهو انسان شو موتيفاسيون مش معناها راهو بالضروره باش تكون ماديه وكل شيء توفر له ظروف عمل باهيه وتسهل له العلاقات مع الاطراف المتداخله مع كما البنوك وكما كذا ويلزم يكون نوعا ما من السلطه الادبيه اللي عنده باش تسهل له المهمه نتاعو. اما هذا تم تمكينهم من ذلك فما مقر تم يعني تجهيز المقر والبيروات وكان الرئيس يعني مشي اصلا لمقر لجنة الصلح الجزائي وتفقد وعمل يعني خطاب وقتها قال علاش التوا ما انطلقت وقتها قبل ما اديو اليمين ومن بعد اديو اليمين وكل يعني التسهيلات وضعت لهذه اللجنة حقيقة معناها وصراحة رئيس الجمهورية قال بانه يتم تسهيل كل شيء بما فيه حتى العراقيل نتاع النصوص القانونية يتم تجاوزها تفاعلا مع العمل نتاعهم ولكن هل الصعوبات هذه باش تتواصل ام انه اللي باش يجي جديد باش ينجم ينجح في مجابهه هذه العراقيل الحقيقه هذا هو سؤال يعني اللي يقعد مطروح في انتظار شكون الساعه باش يختار رئيس الجمهوريه شنو هو البروفيل اللي قاضي رجل قانون اللي كان معناه شاد المسؤوليه يقول لي معناها وربما معناها يجي معناها خبير اقتصادي خبير والناس يقصوا يشاركوا كوميسيون حتى ينجموا يعملوا مثلا بالتوازي مع اللجنه ذيك معناها لجنة أخرى استشارية واللي تعمل لهم أبوي واللي معناها تدعم عمل اللجنة ما ثم كوميتي فما كوميتي نتاع اللجنة الهيئة ونجموا يعملوا معناها أن كوميتي كيما تو في الجماعة هذه يعملوا معناها كوميتي دو سوتيان يعملوا لهم أن كوميتي دو سوتيان وشكون فيه؟ ناس خبراء ومن أهل الذكر واللي نجموا يعطيوا أفكار خاطر فينالمون اللي فيه سون دي زيدي نجموا يعطيوا أفكار لكن في جميع الحالات أستاذ سهام راهو ما نجموش يتجاوزوا القانون إذا كان ثم قوانين الله غالب ولا أجال قانونية يلزم يلتزموا بها. واضح أول حاجة سهام أنا نقول أنه يلزم ديما معناتها نحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب وحاجة أخرى أنه راهو كتصير تعيينات على رأس هيئة ولا على رأس لجنة ديريكت كما نقولوا تصير الموافقة مع أنه ينجم كما ينجم يوافق كما ينجم يرفض وقت اللي تم تعيينه تشوف الواحد معناتها اسكو هو قادر باش انه يطلع بالمهمه هذه ولا لا كما ينجم يقبل كما ينجم يرفض معليش معناتها اذا كان الانسان يعرف روحه اللي هو ما ينجمش يقوم بالمهمه هذه فسهل جدا انه يرفض من الاول وما يطلعش بها هذا هو بالضبط على خاطر البارح زاد صارت بوليميك كبيره على الاعفاء معناها علاش تم تكليفه وبعد شهرين ونص يتم اعفائه وعلاش ضيعنا الوقت هذا الكل علاش مش من الاول اخترنا شخص اللي هو بالحق قد المسؤولية يعني من قبل رئيس الجمهورية وكما قالت نجلة حتى اللي عيط له الرئيس باش يقوم بالمهمة ذي ينجم يرفض إذا كان هو يرى في روحه غير قادر على أنه ينجح فيها الوضع مستعجل ورئيس الجمهورية يحب معناها يختصر الأجال وفي أقرب وقت ممكن وراه العبرة بالنتائج معناها أحبابنا مكارهنا هو معناها كي عينوا السيد الرئيس وصدر الأمر معناها نتاع تعيينه من الأول إيش معناها؟ معناها راه عنده ثقة فيه معناها هو خاطر من أهل الذكر ورجل القانون ومطلع على المسألة هذه نتاع الصلح الجزائي. أما العبرة بالنتائج يقول لك ما دام تعديت فترة معناها وما جاش نتائج وقال الرئيس معناها النظام الداخلي قعد شهرين فهمتني؟
معناها يرى ربما رئيس الجمهوريه راه ارتأى كونه فما تقصير نوعا ما، هذاك علاش عفاه من المهم. واضح ونشوفوا على كل حال المستجدات في هذا الملف. الموضوع الثاني نجلة نحكيوا على الوفد الاوروبي اللي في تونس وتصريحات رئيسة وزراء ايطاليا خاصة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي. صحيح سهام، رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني قالت انه بلادها تواجه ظاهرة تكتسب ابعاد لم تصل اليها سابقا، واضافت امامنا اليوم مشكلة هائلة ترتبط باستقرار تونس واحتمال انهيارها اقتصاديا، وهو امر تتعذر معالجته لانه صندوق النقد الدولي قد علق المفاوضات مع السلطات هذا البلد. وفي احاطة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء أشارت ميلوني إلى أن ملف تونس هو ملف تعمل عليه كل يوم، وأكدت أنها تطرقت إليها أمس في حديثها مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية. وتابعت ميلوني أن المفوضية الأوروبية نفسها فكرت مطلع الشهر الجاري بالذهاب إلى تونس لكنها أرجأت المبادرة. وخلصت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى القول أن إيطاليا مستعدة وهي تبذل قصارى جهدها من أجل محاولة تجاوز هذا المأزق الذي لا يساعدنا مطلقا والذي قد يؤدي الى تفاقم الاوضاع بشكل كبير. نلقاو زاد وفد رفيع المستوى عن مفوضيه الاتحاد الاوروبي عبر امس عن استعداد الاتحاد لمواصله دعم التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الاوروبي، وذلك خلال جلسه عمل بمقر وزاره الشؤون الاجتماعيه. وتم خلال هذا اللقاء استعراض افاق التعاون التونسي الاوروبي وسبل مزيد دعم لا سيما في مجال الهجره وفق بيان صادر عن وزاره الشؤون الاجتماعيه. واحضر اللقاء من الجانب التونسي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعيه رفيق بن ابراهيم ومستشار الوزير خليل عباس والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج محمد المنصوري والمدير العام للمرصد الوطني للهجره احلام الهمامي وعديد الاطراف الاخرى. وبالنسبه لمفوضيه الاتحاد الاوروبي فقد شارك في اللقاء كل من المدير العام للاداره العامه للجوار وسياسه التوسع والمدير العام المساعد للاداره العامه للهجره والشؤون الداخليه بالمفوضيه الاوروبيه، فضلا عن سفير الاتحاد الاوروبي بتونس. وهذا الوفد يؤدي زياره حاليا الى تونس، هي زياره عمل. كما اعلن البرلمان الاوروبي انه في القريب باش يبعث يعني وفد الى تونس لتنظيم جمله من اللقاءات باش يحدد موقفه بعد يعني التقرير اللي باش يصدر على هذه المجموعه ولا هذا الوفد. والمفاجأ في تصريح رئيسه وزراء ايطاليا البارح هو انه قالت الصندوق صندوق النقد الدولي علق مفاوضاته مع تونس. هل تقصد انه متعطله المفاوضات حاليا ام انه علق بما في ذلك للكلمه من معنى الرفض ولا الازمه الحقيقيه مع صندوق النقد الدولي صفته؟ فعلا بالنسبه على الاقل نقولوا بالنسبه للدوره نتاع الربيع، عنده معناه سيسيون في الربيع معناها بين مارس وافريل. وانا شفنا معناها في سريلانكا معناها البارح في الايام معناها وافقوا لهم معناها في اخر مارس وافقوا لهم 3000 مليار دولار. معناها فما معناها قوس نحلوا هنا، ثم سياسه المكيالين هذا قالوها برشا ملاحظين وقال هذا من ناحيه. من ناحيه ترى ممكن هي ممكن فما نوعا ما من مناوره، ما نقولش ابتزاز ولا حاجه، باش معناها في تونس المسؤولين في تونس والاطراف المتداخله في المساله هذه يحزموا امورهم معناها ويحاولوا باش معناها يستجيبوا للشروط اللي شنو هي معناها. توا صندوق هذا عمل شروط واضحه معناها وضوح الشمس في رابعة النهار كما يقولوا، ومطلوب معناها باش الشروط هذيك معناها نوفروها نتاع القرض. وتوا الوضع زاد تفاقم نوعا ما، فما اجال معناها نتاع تسديد قروض معناها، وقالوا ربما تولي معناها غير قادره معناها على تسديد الديون نتاعها تونس. فما حاجتين هبطوا، السيوله معناها زادت هبطت، والعمله معناها الصعبه في هبطت معناها من 95 يوم يظل الى 93 يوم، وهذه مؤشرات معناها سلبيه الحقيقه بالنسبه للسيوله. واحنا عندنا اجال، الشيء اللي خلى معناها باش تفهم انت الوضع اللي احنا فيه، وهما راهو فما نوعا ما من المناوره، راهو فيها تحفيز باش الناس تحزم امرها قلت لك معناها وتاخذ الامور باكثر جديه، خاطر هما في نلمو اللي يهمهم هم حكايتك الجحافل نتاع المهاجرين. السيد عز الدين سيدان معناها خبير اقتصادي ايش قال؟ تو بدا يتكلموا على الروفير دو لا ميداي ايش قال؟ قال تو يظهر لي شبه كسمع الحديث نتاع مدام ميلوني، قال يظهر لي تو تاكد
تاكدت ضروره اعاده جدوله الديون والذهاب الى نادي باريس. ديما معناها يجيبوا لو روفير دو لا ميدا ويتولي حديث على اعاده جدوله ونادي باريس وهلما جرى. لكن الاتحاد الاوروبي اوفون راهو يحب يخرج تونس من الازمه، لانه هو مش يتمس معناها في الصميم. مش يتمس في الصميم. ولكن اكثر طرف يدافع على تونس فتحي هو ايطاليا من خلال التصريحات لرئيسه الوزراء وزير الخارجيه الايطالي، زاد عده تصريحات في وسائل الاعلام مختلفه، وكان صرح بانه تقريبا هناك لقاءات هاتفيه تجمع يوميا بشكل شبه يومي مع وزير الخارجيه التونسي. اكثر طرف في اوروبا هي ايطاليا المتقلقه معناها من الوضع وصعوباته، كانت قالت بانه اذا انهار تونس فانه مشكله بالفعل، لان خاطر ايطاليا معناها جاره، بلد معناها دوله جاره معناها ليميتروف بين كان البحر اثنين تو الحكومه حكومه يمينيه ماك تعرف، واليمينيين ما يحبوش هذوما هالجحافل نتاع المهاجرين، مع احترامتنا ليهم نحترموا حقوق الانسان ونحبوا مالنا الافارقه، هذا كلام قلناه وما نرجعوش عليه، مبادئ هذيك معناها متمسكين به، لكن هما متضررين الى ابعد الحدود. علاش ايطاليا تظهر لك اكثر؟ فرنسا، فرنسا بالعكس، فرنسا هاك شفت الوضع فيها تو، معناها فرنسا معناها من الدول الغربيه اللي ديما عندها حكايه حقوق الانسان والحريات والديمقراطيه وكذا. بالنسبه لايطاليا ايل سون بلو فيرم و بلو كاتيجوريك، وهما خاطر علاش عفسين على الجمره تو، شبيك 20,000 راهو اللي دو ولا تروا جور 20,000. فهمتني؟ صحيح ارقام كبيره بالنسبه للهجرة غير النظامية في انتظار التطورات اللي باش تصير على مستوى البرلمان الأوروبي بعد جملة من الزيارات اللي باش يقوم بها وفد أوروبي في تونس. أكيد تو نتابعوا هذا المستجد. أستاذة سهام فما نقطة الاتصال المباشر راهو باهي، وفما عندنا وزراء مختصين معناها مش يحكيوا باش يبينوا لهم الوضع كل شيء، ربما تولي ثم شوية مرونة في الموقف نتاع الاتحاد الأوروبي، شوية مرونة سياسيا معناها، وحتى فيما يخص معناها القرض نتاع الوضع الاقتصادي. واضح من بين الدول الداعمة إلى تونس وإلى الرئيس التونسي قيس سعيد وإلى النظام والمسار، بعد 25 جويلية نلقاو الجزائر. فما تصريح جديد للرئيس الجزائري عبر فيه على دعمه المطلق لتونس. صحيح سهام، أفيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح أمس لقناة الجزيرة بأنه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية انتخبه الشعب ووصل الحكم عن طريق الانتخاب وليس بالقوة، وقال أنه الجزائر لن تتخلى عن تونس، أحب من أحب وكره من كره، وفق قوله. وبين عبد المجيد تبون عن دعم تونس من خلال جمعيات يعتبروا تدخلا في شؤونها الداخلية. وتحدث زاد عبد المجيد تبون على بعض العلاقات الأخرى في علاقة بعلاقته بالمغرب وعدة مواضيع أخرى مثل القضية الفلسطينية وزيارته المرتقبة إلى روسيا. واضح دونك تصريح جديد للرئيس الجزائري. إلى أي مدى الجزائر تنجم تقف في وجه أي قرارات قد تصدر مثلا عن الاتحاد الاوروبي ضد تونس، ولو كانت حتى ادانات يعني سياسيه فقط؟ والجزائر مهم جدا دعمها الى تونس، هل تفتح لنا افاق جديده مع دول اخرى على غرار روسيا على غرار الصين؟ يعني كيفاش نجم نقراو التصريح هذا صفته؟ فعلا فعلا معناها احنا حكينا فيه الموضوع كم من مره، وقلنا خاصه ان الجزائر تعتبر تونس شريك استراتيجي معناها، وبلد جار معناها، حتى الحدود التونسيه الجزائريه معناها حدود كبيره، وكل حاجه لا قدر الله مش تمس معناها تساهم في عدم الاستقرار نتاع تونس، ولا معناها حتى بالنسبه للمهاجرين معناها يكثر عدد المهاجرين معناها الغير شرعيين، احنا تو اللي يجي اموره قانونيه مرحبا به. فهمتني؟ وال حاجه اخرى معناها ثم هو قالها كم من مره معناها شبه متاكد كونه ثم معناها نوعا ما من المؤامره اللي تحاكي ضد تونس، معناها مؤامره ضد تونس بالنسبه للمهاجرين وبالنسبه حتى للوضع الداخلي، ضد معناها المؤامره معناها اللي تمس معناها الامن القومي وتمس معناها ربما حتى الرئيس قيس سعيد. هو علاش ديما في كل مناسبه معناها يكون الرئيس قيس سعيد معناها اخ بالنسبه لي له ويبدا يشكر فيه. الرئيس الجزائري سي فتحي قال احب من احب، الجزائر مع تونس، تقف مع تونس، احب من احب وكره من كره. من هؤلاء؟ من يحب ومن يكره؟ شكون الاطراف هذوم؟
الأطراف الأطراف اللي بالنسبة للجزائر مش هم رجلين مع الجزائر، هذوك معناها أحب من أحب وكره من كره، اللي يكره الاستقرار في المنطقة معروفين معناها معروفين، واللي يدعموا تو الجزائر هي شنو معناها؟ ما قلت فما توازنات معناها جديدة قاعدة تطرأ على تطفو على السطح، فهمني، في المنطقة، المنطقة راهي منطقة حساسة برشا، أستاذة سهام، منطقة حساسة برشا جيوستراتيجية ومعناها وجغرافية سياسية معناها الوضع السياسي نتاع أي بلد ينجم يأثر على الأخرى، أي فيس فيرسا، فهمني. احنا توا الجزائر كي يولي لا قدر الله وضع مستتب وامن معناه ما ثماش استقرار سياسي وما ثماش، لو نحن لافير نتاع اللي تعديت الحدود معناها خلصه وكل ما شفت صار عليه. دونك اي حاجه معناها راهو احنا اتروتمون ليي، واي حاجه معناها تمس الجزائر تمسنا، واي حاجه تمسنا احنا تمس الجزائر. هذاك علاش نقولوا حليف استراتيجي، وقال حبه من حبه وكره من كره، من موقع قوه راهو. من موقع قوة معناها كأنه يقول نحن مستعدين باش ندافع إلى آخر رمق على مصالحنا ومصالح تونس. واضح. في المقابل صفاتي أيضا نفس الشيء ينعكس على ليبيا كذلك، اللي هي جارتنا زادة، وأي حاجة تنجم تصير في أي بلد تنجم تأثر على الوضع في الدولة الأخرى، باعتبار يعني الدولتين جارتين في هذا الكل. معناها إن شاء الله ربي يحمي تونس ودول الجوار. فما مسألة أخرى تقول هو بارك الله فيه، معناها ضمنيا فما دعم لتونس لا مشروط، يقول حب من حب وكره من كره، علاش ما يعاونوناش بطرف فلوس؟ يعرف معناها من بين المشاكل الملحة توا في تونس هي فلوس. وقت اللي مشاو لك المؤتمر الافريقي اللي تعمل الجزائر، ما شفت معناها 1000 مليار دولار عطاتها باش تعطيها برمجتها للبلدان الافريقيه. اي معناها تو بلد معناها في صعوبات، يمر معناها بصعوبات، وفما علاقه استراتيجيه، معناها حليف استراتيجي بالنسبه للجزائر، والجزائر معناها نحن قلنا فما ترابط كبير في المصالح بيننا وبين بين تونس وبين الجزائر. ايش بيه؟ ما فيها باس، معناها ما فيها باس، انا نقولها بالحاح معناها ما فيها باس، خاطر معناها مش تتكلم وتقول كذا باهي، ما نقولوش لا، نعم، لكن شنو معناها؟ علاش الجزائر تو ما تعاونناش؟ علاش السعوديه اللي ماشيه في نفس التوجه ما تساعدناش؟ علاش معناها اللي نوصلوا ناس اش قالوا؟ معناها وصلوا ناس عندهم تخمينات، يقول لك راهو عندهم ضغوطات من اطراف اخرى، اللي هذه معناها قاعده تأكيد لتونس وتحب معناها داخله في اطراف داخله في المؤامره، معناها قاعدين دايرين بالسعوديه باش ما تعطيش فلوس، ودايرين بذاك باش ما يعطيش فلوس. هي هو كل الدول سيفتحي في انتظار المآلات نتاع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما فيها السعوديه بما فيها الامارات، الكل كيف ينتظروا معناها في صندوق النقد الدولي وين باش تمشي المفاوضات بالضبط يعني مع تونس، وبعد باش نشوفوا اكيد مستجدات وتطورات. وكانت فما بعض المسؤولين في السعوديه زاد اللي قالوا بانه ما عرفش نعطيه فلوس هكيكا، لازمنا زاد احنا نفرجت في وقت من الاوقات، نفرجت ما حكينا فيها وكل نفرجت معناها، وكان شبه معناها هي بيدها ميلونيش قالت معناها من هنا لاخر مارس وقتها معناها باش يقعد دي بلوكاج نتاع الكريدي، هذا لو فامو كريدي اللي هو راه 1.9 مليار دولار بالضبط. سي فتحي، دونك اكيد باش نتابعوا كل المستجدات بخصوص التفاوض مع صندوق النقد الدولي وزياره الوفود الاوروبيه الى تونس. بعد شويه نشره اخبار منتصف النهار، سنواصل معكم ريكاب ميديا.